بكم مجددا. مرت على البلاد يوم أمس الاثنين ذكرى توقيع اتفاق جوبا للسلام الذي تم توقيعه بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح في 3 أكتوبر من العام 2020 بعاصمة جنوب السودان. وقال الفريق سعيد يوسف ماهل نائب رئيس التحالف السوداني لمناسبة الذكرى إن السودان يمر بمرحلة حساسة يحتاج إلى وحدة وتوافق وطني، مناشدا الجميع بوضع أيديهم مع بعض لبناء مستقبل البلاد. وأكد أن اتفاقية جوبا للسلام أوقفت الحرب ونشرت السلام على أرض الواقع، مؤكدا أهمية الإسراع بتطبيق السلام. كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني محمد زكريا أن اتفاقية سلام جوبا هي لكل السودانيين، وهي من ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة، وهي محروسة بالشباب، مبينا أن المسارات بالاتفاقية هي محاولة لإيجاد معادلة للسلطة بحيث يكون الجميع شركاء في اتخاذ القرار والثروة. وأمن المتحدثون في الاحتفال على أهمية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان وتطبيق بنودها. للنقاش أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية دكتور يوسف النور القيادي بالجبهة الثورية. دكتور يوسف أرحب بك وأبدأ معك، كيف تنظرون إلى مرور الذكرى الثانية على توقيع اتفاقية جوبا للسلام في وقت لا تزال فيه عديد البروتوكولات التي تتضمن الاتفاق لم تكتمل حتى هذه اللحظة، ومنها طبعا البروتوكول 7 الترتيبات الأمنية؟ أول حاجة أهني كل الشعب السوداني بهذه الاتفاقية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام، وأنا بفتكر دي حاجات مبشرة للشعب السوداني، وهنالك وعي كبير لكل أهل السودان بصورة عامة في كيفية إيقاف الحرب لكل أهل السودان بصورة عامة، إذا كان في جنوب كردفان أو في النيل الأزرق أو في دارفور أو إذا كان هنالك في شرق السودان. فهذا وعي كبير أن يكون كل حركات الكفاح المسلح والذين هم الآن من عبد العزيز القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد دور، إن شاء الله نزل ربنا سبحانه وتعالى ويلحقوا بهذا الركب بإذن الله من أجل الشعب السوداني بصورة عامة. هذه الاتفاقية الآن هذا الاحتفال التي تحدث فيه السيد الفريق سعيد يوسف ماهل مسؤول الملف العسكري للجبهة الثورية والتحالف السوداني وعضو اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، أنا بفتكر هذا الاحتفال كان ينص على كل الشعب السوداني أن يحتفل بهذه الاتفاقية نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام، أن يكون هنالك استقرار أمنا لكل أهل السودان حتى لو كان هنالك في الشمالية أو كان هنالك في غرب السودان أو في جنوب السودان أو في وسط السودان، لأنه السلام لما نعم هذه البلاد حتى كل ربع السودان أن نكون هناك في استقرار أمني، والأمن هو أساس الحياة بصورة عامة. طيب دكتور يوسف، يعني بالنظر إلى القضايا التي ناقشها اتفاق جوبا للسلام نجد أن هنالك 5 قضايا استراتيجية. هناك قضية المواطنة المتساوية وأيضا العدالة وكذلك العدالة الانتقالية، مدى أهمية تنفيذ هذه المواطنة؟ أول حاجة أخي محمد سعودي، يعني أول حاجة التحية للجيش، تحية للقوات المسلحة بجد، لأن القوات المسلحة أشرعت في إكمال هذه الاتفاقية، وتمنينا بأننا نحن ككفاح مسلح بأنها كانت القوة السياسية التي الآن تتكلم باسم الشعب السوداني. هنالك قوة سياسية الآن تدعي وهي الآن تمتلك القرارات في 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 عبر المركز، وهي صاحبة المبادرات، وهي صاحبة استرداد الحقوق للشعب السوداني. هذه القوة السياسية، نسأل نفسنا ونسأل هذه القوة السياسية، ما يمنع بأنكم تحتفلون باتفاقية جوبا للسلام؟ هنالك ما هو المانع؟ هل هنالك هذه حركات الكفاح المسلحة التي وقعت اتفاقية جوبا للسلام، هذه الحركات هي ما سودانية؟ أو هذه الحركات ما عندها النص بأنها هي أن تكون جزئية أن تشارك في اتفاقية السلام، ولا ما عندها الحق بأنها أن تكون جزء من المكونات السياسية التي هي الآن تشرع وتتكلم باسم الشعب السوداني؟ عشان كده أنا بقول لك أستاذ محمد، هنالك شرخ كبير، شرخ
في القوة السياسية الغير شرعية. هنالك قوة سياسية أنا اللي أسميها لك أستاذ محمد، هنالك قوة سياسية تتكلم باسم الشعب السوداني، هي ما عايزة أي جزئية الآن تشارك في إدلاء الرأي أو تكون طيب هي طيب شريكة معه قبل في أن نذهب إلى مثلا عدم أو مسببات عدم تنفيذ هذا الاتفاق وعدم انعكاسه على مواطن دارفور وغير ذلك، أنا الآن يعني أتحدث عن بنود الاتفاق نفسها التي وقعتم من أجلها هذا الاتفاق. نقطة أيضا مهمة طيب دكتور يوسف، طيب يعني نظام الحكم الذي نصت عليه الاتفاقية في أن يكون وفق النظام الفيدرالي للمناطق المتأثرة بالحرب وتحديدا دارفور والنيل الأزرق، نعم هل ترى أن نظام الحكم الفيدرالي هو النظام الأنسب؟ طيب هو النظام الفيدرالي قد تكون هنالك هذه المناطق اللي انت ذكرتها، اذا هنالك اقليم دارفور يعين له حاكما، واذا هنالك اقليم النيل الازرق يعين له حاكم، لانه هذه المناطق الان منشاه لمشاكل كثيره ومشاكل عديده، حتى لو كانت هنالك في البيئه، هنالك حتى في التعليم، هنالك في استقرار الامن، هنالك محتاجه معاملات خاصه من 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 ذات الناس المقيمين في هذه المناطق، لانها محتاجه عديد من الخدمات. عشان كده لابد من هنالك يكون حكام هم من داخل المناطق التي انت ذكرتها، لان هذه المناطق هنالك فيها اشكاليات كبيره، وهذه المناطق هنالك فيها زرع بتاع ارقام، هنالك المناطق فيها مشاكل قبليه، وهنالك المناطق محتاجه مننا عديد من الحكمه باننا لغايه ما ننميها ونوصل المرحله ان يكون هنالك الحكم الواحد. طيب الان ناتي الى يعني النقاط التي بدات تتحدث فيها بحديثك على أو إلى عدم اكتمال تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بكامل بنودها. هنالك أكثر من عملية سياسية تبدأ في اتجاه حل الأزمة السياسية الراهنة، لكن دخول لنهايات منها الحوار الذي ابتدر برعاية الآلية الثلاثية، أيضا مبادرة نداء أهل السودان الطيب الجد التي انتهت إلى توصيات مائدة مستديرة، أخيرا ورشة نقابة المحامين التي انتهت إلى مشروع إعلان دستوري. كل هذه العمليات لا تصل إلى حلول ولا يعني ولا تصل إلى نهايتها، لماذا برأيك؟ هذه العمليات أول شيء يعني مبادرة الشيخ الطيب الجد هي من المبادرات الوطنية، هي مبادرة قامت عليها عديد من القوى السياسية وشاركت فيها أن تكون مبادرة فيها الحلول الجذرية للخانقة السياسية. لكن أنا كبير ذكرت لك في بداية حديثي، قلت لك هنالك قوة سياسية الآن لا ترضى ولا يعجب العجب بأن هي كقوة سياسية مفترضة هي بأن أن تظل هي القوة الأولى وهي صاحبة القرار، هي من اللي هي هذه بتوزع. القوة؟ سمي لي يعني، أيوة لا مشكلة. هي القوة السياسية التي تدعي القوة الحرية والتغيير. هنالك قوة سياسية هي جزئية، هي جزئية من الحرية القوة والتغيير الآن قسمين. يس، هي القوة السياسية قوة الحرية التغيير المركزية الآن. هي القوة الحرية التغيير المركزية طيب. هي تدعي بأن هي صاحبة القرار. يعني أنا يعني هنالك مشاكل بين القوة بين القوة الحرية والتغيير وبين الجيش، وهنالك مشاكل بين الآلية الآن ذكرتها هي آلية الشيخ الطيب الجد من المبادرة، وهنالك آلية قدمتها الجبهة الثورية كورقة لإحلال الخانقة السياسية، وهنالك برضو من نقابة المحامين، وهنالك برضو بيفتكروا بأن كل الآليات وكل الحلول التي هي تقدم هي لا تعني شيء لهم. فهي دي الكارثه، قلت لك جبال ان احنا المواجهانا يعني يا بانه دكتور يوسف، هل هذا السبب هو الذي ادى الى عدم تنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا حتى على ارض لا الواقع في لا دارفور هو وغيره؟ سلام جوبا، هو سلام جوبا التحيه، انا تعالى بقول لك التحيه لكل القوات المسلحه. هذا سلام جوبا الان تم تنفيذ بنود الترتيبات الامنيه، وهنالك بند الترتيبات الامنيه ونفذت، وهناك تخرجت قوه كبيره جدا جدا كبند الاول، وهنالك الان تجرى عمليه الترتيبات يعني الامنيه يعني للدفعه انتم الثانيه. ترون ان هذا الملف يسير وفق أي؟ المخططات المطروحه وفق يس رؤاكم، وانه طيب اذا كان كذلك يا دكتور يوسف، يعني ما زالت عمليات الاقتتال موجودة في دارفور وهذه التي من أجلها قام اتفاق السلام وقامت دعوة الحركات المسلحة والجبهة الثورية، حتى هذه اللحظة الاقتتال مستمر، النازحين لم تحل مشاكلهم، الدماء، الأطفال، ما إلى ذلك. إذن كيف تم تنفيذ بنود هذا الاتفاق حتى بعض الحركات المسلحة الآن أصبحت تتهم أخرى بأنها سرقت هذا الاتفاق
يعني كمحاصصات وغيره، وتم إقصاء البعض يعني، وأنت تعلم هذا الحديث جيدا. هو أستاذ محمد، أنا أقول لك الآن ما في إشكاليات، هي كانت إشكالية واحدة الآن في 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 دارفور. الآن النيل الأزرق ما فيه إشكاليات من ضمن الكفاح المسلح عن تحقيق اتفاقية جبل السلام، بل هنالك إشكاليات كانت مشكلة قبلية، وهنالك تصدى لها والي جنينة السيد الوالي خميس بكر، وهنالك عديد من القوى السياسية، سعادة الفريق ركن حميدتي نائب رئيس المجلس السيادي، وهنالك عديد من الأوطة، والسيد رئيس وحاكم الإقليم الأوسط، الحاكم الإقليم بدارفور. هناك هذه إشكالية كانت إشكالية قبلية، وهذه الإشكالية الآن تمت وتم الإصلاح فيها، والآن دارفور هي آمنة بكل استقرار الأمن وكل ولايات الآن في ما هي الضمانات ألا تعود مرة أخرى حالة الاقتتال؟ هذه حالة القتال التي أنت شفتها في المرة المقبلة، هذه أن تكون هنالك رؤية. أنا كبير ذكرت لك، قلت لك أن إحنا الآن إذا لم كان يكون هنالك حاكم من داخل المناطق المعنية التي هي محتاجة مننا التعليم، هو سبب الحروبات الآن الموجودة أو القتال الموجود. هو شنو؟ هو الفاقد التربية وعدم التعليم وعدم الصحة، لأنه أي إشكالية ما فيها عدم تعليم أن نكون هنالك في نفس هذه الإشكاليات الناس نقع فيها إذا كانت في جنوب كردفان أو في دارفور. إشكالية المشاكل الموجودة من الحروبات التي قامت في الثلاثة ولايات اللي نحن نتكلم عنها هي كلها كانت نتائج عن نقص التعليم في هذه المناطق المذكورة. إذا كان هنالك في تعليم عالي لا كنا بأننا نصل لهذه المشاكل الآن الموجودة. طيب، فعشان كده نحن محتاجين أستاذ محمد أول حاجة ننشئ جامعات حقيقية، ننشئ تعليم حقيقي. عشان كده أنا قلت لك اتفاقية جوبا الآن تسير في بند التدريبات الأمنية، وهنالك حاكم إقليم دارفور الآن يرتب لمنشآت جديدة على مستوى ولايات دارفور، وهنالك حاكم النيل الأزرق يرتب هنالك منشآت تعليمية، وأن تكون هنالك فيها استقرار أمني، وهنالك اللجنة الأمنية المشتركة فيها الكفاح المسلح وفيها كل القوى الأمنية. في ظل هذه التقاطعات، أنتم ترون أن اتفاقية جوبا تسير وفق البنود الموضوعة لها؟ البعض من مواطني دارفور تحديدا يرون أن هذه الاتفاقية لم تقدم شيئا، والبعض من قيادات الجبهة الثورية يرون أن المشهد السياسي وعدم استقراره هو السبب الأساس في عدم تنفيذ بنود هذا الاتفاق. الآن أنتم كيف تنظرون إلى تأثيرات توقف هذه العمليات السياسية على المشهد الراهن والذي يزداد تعقيدا وارتباكا يوما بعد يوم، وكيف يمكن للأحزاب السياسية أن تتجاوز هذه التعقيدات إذن؟ أول حاجة المشهد السياسي هو سبب رئيسي، هو سبب رئيسي في عدم إسراع البند الترتيبات الأمنية. المشهد الآن السياسي هو في عملية بطيئة جدا جدا في تنفيذ عدم بند الترتيبات السلطة لقيام حكومة انتقالية حقيقية يشرع عليها كل الأسماء المسميات السياسية. هذه الإعاقات أن إحنا الآن قاعدين عدم رئاسة مجلس وزراء كما أنت تعلم، وهنالك عدم مجلس وطني، وهنالك مجالس تشريعية، لأساس بأننا نقدر أن تكون هذه الترتيبات الأمنية واتفاقية جبل السلام أن تسير بموجب الشرعية الأساسية بموجب ذلك. فأمشي وأجي أقول لك الغلطة المرتكبنا أن إحنا إذا كنا أن إحنا كفاح مسلح، وإذا كانت هنالك قوة حرية وتقيير، وهنالك مسميات سياسية، هي الكارثة الأساسية الوقع فيها الشعب السوداني. الكارثة الأساسية الواقع فيها الشعب السوداني لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم. طيب يا دكتور يوسف، عشان الوقت يعني ونستفيد وما يكون الحديث كله، أنا دار أوضح لك حاجة. دار أوضح لك الكارثة الأساسية هي الأحزاب السياسية التي تتكلم باسم الشعب السوداني، وهنالك عديد من المسميات الثورية الآن أفرزت الثورة. طيب نقطة في هذا الحديث، يعني منذ 25 من أكتوبر الحرية والتغيير هي خارج المشهد السياسي، ويقود المشهد الآن المكون العسكري والتوافق الوطني. يعني هناك عناصر الآن من الجبهة الثورية موجودين في الدولة بوظائفهم محافظين عليها، الحرية والتغيير برا المشهد. لماذا لم تتحقق بنود هذا الاتفاق إذن؟ سنة الآن الحرية والتغيير برا المشهد السياسي. طيب لم تنفذ بنود الاتفاق، لأن العرقلة السياسية الآن الموجودة إذا كانت في إطار شكل الاقتصاد، إذا كانت في استقرار الأمن في البلاد، لأنهم السبب الأساسي والرئيسي لعدم تشكيل حكومة أساسية. يا دكتور منذ 25 من أكتوبر الحرية والتغيير خارج الحكومة، الحكومة الآن من المكون العسكري، والوضع الاقتصادي تقف عليه وزارة المالية بقيادة دكتور جبريل إبراهيم. طيب
أي ما علاقة الحرية والتغيير؟ الآن الحكومة لها سنة كاملة طيب بررت الحرية والتغيير. طيب هذه الحكومة التي لها سنة، هذه أنا أجي وأجي أقول لك وراء هذا العمل وعدم استقرار اقتصاد البلاد، لأنه من موجب المظاهرات التي تقوم في الشوارع، بموجب غفل الشوارع، بموجب عدم استقرار الأمن في البلاد، بموجب ذلك عشان كده أنت ما عندك استقرار إذا كان في الاقتصاد أو إذا كان في استقرار الأمن. عشان كده كيفك بأنك أنت تدير حكومة استقرار حقيقية عشان تقدر تأمل خطط حقيقية في طيلة السنة الفاتت. طيب في خضم كل هذه التقاطعات وفي أقل من دقيقة، يعني ما هي الآلية الأنسب الآن إلى تكوين حكومة انتقالية حقيقية تتضمن كل هياكل السلطة؟ هذه الحكومة الانتقالية أن احنا رؤيتنا بأنه أن تكون هنالك حكومة رئيس مجلس وزراء مستقل حقيقي، لا جهوية ولا عنصرية ولا دينية، حقيقي هو رئيس مجلس وزراء ما يعاين لأي نوع من بأنه ده حسب منو أو ده لوم منو أو ده شكل منو، يمرقنا من هذه الضيقة لغاية الفترة الانتقالية لتكوين حكومة مركزية بصورة، وكل زول فينا يرجع صناديقه والحشاش يملى شبكته. أشكرك جزيلا الدكتور يوسف النور القيادي بالجبهة الثورية، كنت معي ضيفا عبر أقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك، وشكري موصول كذلك لكل الذين تابعونا عبر هذه الحلقة، وحتى نلتقي مجددا إلى اللقاء.